السلام عليكم ورحمة الله. بنرحب فيكم في الدرس الأول من برنامج بلندر لل 3D Modeling وأنيميشن. طبعا احنا في هذا المساق راح نتعلم 3D Modeling من خلال برنامج بلندر. برنامج بلندر برنامج مجاني، ممكن نحصل عليه من خلال الموقع اللي هو blender.org. طبعا مباشرة راح يعطيني اللي هو زر الداونلود لآخر نسخات 2.81a. الآن لما نيجي ننزل مباشرة من هنا راح يعطيني اللي هو الانستولر أو التطبيق اللي أنا ممكن أثبته على جهاز الكمبيوتر. في من نسخة بورتابل، ممكن هذا تطلعها يعني موجود على فلاش أو إشي، إنه من غير تثبيت على أي جهاز بتشتغل. بفضل إن ناخذ الانستولر للتثبيت على أجهزتنا الخاصة. راح ينزل عندي ملف EXE وتثبيته عادي، يعني ما فيش فيه أي مراحل بتغلب زي أي برنامج. الآن نيجي للبلندر ونفتح واجهته. طبعا هاي البلندر كأول واجهة ممكن تواجهني. راح أختار إن أنا بدي أجي أعمل فايل جديد، نيو فايل جنرال. مش راح احدد مبدئيا ايش الشغله اللي بدي اشتغلها، راح اخذ جنرال. الان اذا ملاحظين الواجهه اللي هي 3D Space، مساحه لكن بتعطيني اياها على شكل 3D، يعني اي اوبجكت بده يكون موجود هذا الاوبجكت بده يتعرف بالمحور اللي هو الواي ومحور الاكس ومحور الزد. اكس واي زد هي الثلاث محاور، سواء من ناحية الحركة لو أنا بدي أنقله من مكان لمكان، أو من ناحية الروتيشن التدوير لو أنا بدي ألف هذا الأوبجكت بأي اتجاه، أو من ناحية سكيل، أو أي حركة أنا بعملها على العنصر راح أعملها إما في الاتجاهات الثلاثة معا، أو بدي أعملها في اتجاه واحد X Y Z، تمام، أو بدي أعملها في اتجاهين مشتركين مثلا X و Y. هنا بكبر لي باتجاه الاكس واتجاه الواي بهذا الشكل. تمام. الان نحكي بس بشكل سريع عن موضوع الحركه داخل السبيس هذه، انه انا بدي اتحرك بالماوس. الحركه بالماوس كاختصارات يعني اللي هو نضغط على السكرول العجل تبع الماوس، ضغط للاسفل مش انه يعني الفه للامام وللخلف، ضغط للاسفل مع التدوير حوالين المشهد. لاحظ هو بلف حوالين هذا المشهد، وفي نفس الوقت لو طلعنا على هذا اللي هو المؤشر اللي هنا وانا بألف هو برضو بلف معاي، فبالتالي انا ممكن برضو من هنا اضغط واسحب اساس احصل على نفس النتيجة. الان لو انا بدي اعمل بان انه انقل المشهد من مكان لمكان، لو ضغطنا اللي هو زر الالت مع زر الماوس نفسه اللي هو العجل تبع الماوس للاسفل واسحب شمال يمين فوق تحت، هنا راح يعطيني حاجه بنسميها البان او الموف، انه انا اعمل موف للمشهد كله. هي موجود في هذا المكان زر الموف ذا فيو، لو انا ضغطت عليه ظلتني ضاغط مع السحب نفس الفكره راح يعطيني الموف. تمام. الان في عندنا الزوم، طبعا هذه الشغله يمكن معروفه انه انا بتحكم بيها من خلال السكرول تبع الماوس للامام وللخلف، هنا بيعمل لي زوم ان وزوم اوت، وهنا موجوده نفس الشغله الزوم، لو ضغطت عليها وسحبت فوق او تحت بيعمل لي زوم ان وزوم اوت بالماوس. هذا بالنسبه لي اني بدي اتحكم بهذا المشهد. الان اي مشهد 3D عشان انا اقدر اعمل له موديلنج لازم اطلع عليه من كل الجهات. هنا اللي بيعطيني اياه برسبكتيف فيو، انه كانه هذا العنصر موجود على طاوله او موجود في الواقع وانا بانظر له. الان بنظر له طبيعي مش راح اشوفه من جهه واحده بس، راح اشوفه من اكثر من جهه او من جهتين او من ثلاث جهات. فبالتالي هنا بيعطيني انه كيف الموديل هذا اللي انا عمالي بأشتغل فيه راح يظهر في الواقع في النهاية. لكن وانا برسم مثلا في هذا الموديل، لو انا بدي اجي احرك عليه او اغير في خصائصه من الاعلى لازم اروح اطلع عليه من فوق من الاعلى من تحت من تحت،
فهذا البوكس انا مش حقدر انا في كل مره الف الشكل هذا من تحت، لا، لما يكون من تحت لازم يكون ظاهر الي منتظم عشان انا اقدر اعمل الموديلنج بشكل صحيح جدا. فبالتالي راح نتعرف كيف احنا ممكن نلف المشهد في اكثر من اتجاه. الان لو ضغطنا رقم 1 على الكيبورد راح يجيب لي المشهد من الفرونت، لكن لو ضغطت كنترول 1 راح يجيب لي اياه من الباك من الخلف، تمام. لو ضغطنا 3 راح يجيب لي اياه من الرايت، كنترول و3 يجيب لي اياه من الليفت، 7 من التوب، كنترول مع 7 راح يجيب لي اياه من تحت. هذا الكلام بيلزمنا كتير في جزئية الموديلينج، ان انا بدي اجي اعمل موديلينج او ارسم، يعني انمذج عنصر معين لازم اطلع عليه من كل الجهات. طيب هذا الكلام لو انا بدي ارجع للبرسبكتيف، ممكن اضغط مثلا زر 2 على الكيبورد او اضغط في اي مكان هنا، اي مكان هنا اضغط مع السحب، مع السحب، وبدي الاحظ انه الزد بدها تكون في الاعلى على اساس انه المشهد ما يكونش مقلوب عندي او في مشكلة، تمام. دايما الزد بدها تكون في الاعلى. احنا قلنا انه ممكن من هنا كمان انا اسحب وارجع المشهد زي ما كان. الان هذا الكلام اختصاره، او اذا انا بديش اعمل بالاختصارات ممكن اجي من هنا الزد تحته قباله في عنا نقطة زرقاء، تمام. الزد في نقطة زرقاء، فأنا لو ضغطت على الزد في عندي هذا من التوب، تمام، من التوب. لو ضغطت على النقطة الزرقاء راح يجيب لي اياه من البوتوم. نفس الفكرة الاكس راح يجيب لي اياه من الرايت، والنقطة الحمراء اللي قبال الاكس من الليفت. الواي هيجيب لي اياه من الفرونت او من الباك، والنقطة اللي ورا راح تجيب لي اياه من الفرونت. فأنا ممكن من هذا المكان اتحرك بشكل كامل وانقل بين المشاهد اللي موجودة عندي، سواء بالاختصارات من الكيبورد او بالاختصارات اللي موجودة عندي على يمين المشهد. شغلة تانية في برنامج البلندر لازم نفهم انه في عنا شغلتين. عندي لو انا بدي اجي انقل العنصر كله مثلا بأداة، يعني انا حددته بالشكل هذا وضغط على اداة الموف، وبقدر احرك زي ما حكينا باتجاه واحد من الاتجاهات هذه، او بالثلاث اتجاهات لو ضغطت في المركز، او باتجاهين مشتركين لو ضغطت على النقطة او المربع اللي موجود بين الضلعين او بين الاتجاهين اللي موجودين في هذا الجزمة. الان فوق عندي في عندي حاجة اسمها Object Mode، وشغلة تانية اسمها Edit Mode مبدئيا. يعني Object Mode دايما بقى أنا بختارها لو أنا بدي أجي أحرك أو أعمل Scale أو أعمل Rotate أو أعمل أي تعديل على العنصر كله ككل، تمام. فأنا في Object Mode لاحظوا بقدر زي ما حكينا أعمل Move لكل العنصر. الآن لو اخترت Edit Mode، Edit Mode واختصارها على الكيبورد زر Tab، ضغطة Tab بيرجع لي Object Mode، ضغطة تانية بيعطيني Edit Mode. لاحظوا هنا انا اخذت اداة الموف وحركت، ما بحركش العنصر كله، بحرك جزء من هذا العنصر. فالإيديت مود هي للموديلينج، لكن الاوبجكت مود للتعديل على العنصر ككل. وانا بدي اعدل ابعاد العنصر، بدي انقله من مكان لمكان، اوبجكت مود. إيديت مود لا، بدي اروح انا اتحكم في العنصر كتفاصيل. تفاصيل العنصر في الثري دي كله عندنا ثلاث شغلات انا بمسكها او بتحكم فيها: الفيرتكس اللي هي النقاط،
النقاط. في عندي كمان الإيدج اللي هي عبارة عن الحواف، أو عبارة عن اللي هو الخطوط الواصلة بين النقاط. وعندي الفيسز اللي هي عبارة عن الأوجه بهذا الشكل. الآن أنا إيش بدي أعمل موديلينج؟ كيف بدي أعمل شكل؟ باجي بأضغط بدي الفيس، بدي الإيدج، بدي الفيرتكس، وببدأ بأداة الموف والروتيت والسكيل أتحكم فيه. ناخذ مثال او تطبيق سريع على الاثنين الاوبجكت والاديت ونشوف ايش احنا ممكن نعمل فيه. لو ضغطنا على اد مش اللي هو ناخذ كيوب، تمام؟ هذا الكيوب بدي اغير ابعاده، بضغط على الكيبورد حرف الان ان على الكيبورد، او هنا بضغط في عندنا سهم بضغط عليه ان بيعطيني الدايمنشنز. لو انا مش محدد شغلة تمام وعدلت تمام مش حيعدل، لكن هنا فيش عندي غير هذا الاوبجكت. في عندي مثلا كمان سلندر اللي هي اسطوانة، لان انا بدي اعدل، عدل على اخر اوبجكت تمام. بالتالي انا بدي احدد، دائما اتاكد ايش اللي انا بدي اعدله احدده واجي هنا. فمثلا في الدايمنشنز انا لو غيرت الواي، ما انا بغير العرض تمام، غيرت الواي نفترض بعملها 5، غيرت العرض ل5، والاكس كمان بتغير الاتجاه الثاني اللي هي الطول، الزد بتغير الارتفاع، هي نص نفترض. الان صار عندي اوبجكت بالابعاد هذه، خلصت من هنا بضغط ان كمان مره خلص بتروح. انا الان في الاوبجكت مود، هذا الكلام بقدرش اعمله في الايديت مود، هاي ايديت مود واجي اعمله ان فش عندي دايمنشنز تمام. فهذا هذا الفكره اللي انا بدي اوصلها، انه انا دائما بدي اعرف وين بشتغل، ايديت مود ولا اوبجكت مود، حسب ايش بشتغل، هل هو تعديل على العنصر كله او تعديل على جزء محدد من هذا العنصر. طيب الان هذا رحت انا على الايديت مود ونعمل منه شغلة بسيطة اللي هو كرسي مثلا. في الإيديت مود لو أنا بدي أجي مثلا أعمل رجل لهذا الكرسي تمام، من تحت أسحب رجل، ما فيش إمكانية. أنا لاحظ كل الوجه اللي في الأسفل موجود هو عبارة عن وجه واحد تمام، مش أكتر من وجه. ففي الـ 3D دائما انا ببدا بموديل بسيط او بأوبجكت بسيط، لازم لكن لازم بعد هيك اقسم هذا الأوبجكت بحيث انه اقدر انا اعمل منه التفاصيل اللي بدي اياها. كيف انا ممكن اقسم؟ انا الان الرجل بدي اعملها من تحت، فبالتالي لازم يفترض انتقل للمشهد من الاسفل تمام. المشهد من الاسفل اللي حكينا على لوحه الارقام كنترول و7، كنترول 7 7 اعلى، كنترول 7 من الاسفل، هاي عندي بوتوم فيو. من الأسفل راح أجي أخذ أداة اسمها لوب كات، لوب كات واختصارها كنترول وآر. لوب كات هنا اللي بتعطيني إياه إنه أنا مجرد ما أوقف على العنصر راح يعطيني خط، الخط هذا ممكن أضغط عليه وأسحبه بحيث أنا أعمل قسم هنا، وكمان خط عمودي وأسحبه، هاي كمان قسم، وهاي كمان خط أفقي، وكمان خط أفقي. الآن بدنا نكون في الصورة إنه ما بنفعش الآن أعمل خط أفقي أتجاوز في الخط هذا تمام. يعني دائما الخطوط أنا بعملها بالترتيب تمام. طيب إيش استفدت من الكلام هذا؟ استفدت إنه صار في عندي مربع 2 3 4 تمام. هاي الأربع مربعات ممكن تطلع عندي وتصير اللي هي الرجل. فأنا راح أجي أحدد الفيس من هنا، طبعا اختصار الثلاث أزرار هذه، واحد على الكيبورد بس واحد من فوق اللي هو مش النمباد اللي على اليمين، الأرقام اللي في الأعلى، واحد بيحدد لي الفيرتكس، 2 بيحدد لي اللي هو الإيدج، وثلاثة بيحدد لي الفيس. راح أحدد الفيس الأول وأنا ماسك مثلا أداة الموف، الفيس الأول شيفت، ثاني شيفت، ثالث شيفت، الفيس الرابع. الآن راح أخذ أداة هنا اسمها اكسترود. اكسترود بتعمل لي اللي هو وجه، الوجه هذا بتمده لأوجه جديدة. هيضغط اكسترود بس بدي انقل الفيو واسحب من الزائد، لاحظوا ايش عمل لي، طلع لي كل وجه
تمام، مد لي اياه ك اللي هو نجي نحكي اوبجكت جديد كامل، والان انا محددهم فمد لي اياهم في الاسفل. لو الاوجه هذه انا محددها فوق من المنطقه اللي فوق راح يمد لي اياهم بالاعلى. الان نيجي نحدد مثلا هذه المنطقه نفس الشغله، شيفت شيفت، واجي اسحب حيسحب لي اياهم للاعلى بالاتجاه. ممكن انا اسحب جزء بسيط جدا واسحب كمان جزء، الجزء الثاني اللي انا سحبته ممكن اجي اعمل عليه موف مثلا للخلف بسيط. تلاحظوا انا الان بتحكم في اللي هو اشياء بسيطة، تمام، اللي هو من العنصر مش من العنصر كله. ارجع تاني بس اكسترود، موف، لاحظوا الموف انا بدي ارجع باتجاه واحد فقط مش باكتر من اتجاه، فبمسك من الجزمه هذا اكسترود اختصارها كنترول اي، تمام، موف اختصارها الجي. جي موف، مثلا هاي كرسي نعمل له مثلا الايد. الان الايد من هنا بدها تقسيمات، فبالتالي انا راح اجي اخذ اللوب كات واجي احط هنا قسم بسيط على اساس انا اقدر احدد الفيس هذه، الفيس الفيس شيفت، وهذه الفيس، واعمل نفس الفكره اكسترود. بس لاحظوا الاكسترود هنا الايد طلعت لفوق، ليش؟ لانه اللي هو الوجه هذا منحني، فممكن انا اجي اعملها موف للاسفل. طبعا عشان انا اتاكد انها صح في الموف لازم اطلع عليها من الفرونت، من الفرونت عشان الايد تيجي معاي عدله بالشكل هذا يعني. هذا المشهد بقدرش انا اتاكد منه وانا في البرسبكتيف انه انا عاملها صح ولا عاملها غلط. هاي مثلا الايدين، لو انا بدي اعمل ركزه للايد برضه للاسفل نفس الشغله، بدي اخذ اللوب كات، افترض اجي هنا وهنا نفس الفكره في هذا المكان. لاحظوا انا الان مش راح اشوف، يعني انا بدي اطلع عليه كمان مره من هنا من الفرونت، بطلع عليه كنترول واحد من الباك عشان اقدر انا اقسم صح. راح الف المشهد مبدئيا، يمكن مش قبال بعض مش مشكلة، الان كل هذا الكلام ممكن احنا نتجاوز، وبعدين لما بدنا نشتغل بقياسات دقيقة هاي الوجه وهاي الوجه ونعمل اكسترود للاسفل. بالتالي من خلال اوبجكت بسيط اللي هو الكيوب انا قدرت اعمل اوبجكت ممكن يكون جزئيا معقد. يعني هذا لو انا بدي اجي احركه لازم ارجع على اوبجكت مود واجي اخذ اداة الموف مثلا واتحكم فيه، احركه انسخه اكرره، تمام. بهيك احنا يعني ممكن نكون يعني القينا نظرة عامة على اللي هو البرنامج. لو انا بدي اشوف بس الاوبجكت هذا من كل الجهات مرة واحدة ممكن اضغط كنترول الت كيو، كنترول والت وكيو بيبين لي الجهة اللي هو الكرسي، هيو من هنا البرسبكتيف بيبين لي الكرسي من التوب من الفرونت ومن الرايت، تمام، انا شايفه من كل الجهات كيف شكله. بهذا الشكل اساس انه اي تعديل او اي مشكلة ممكن انا من هنا اعرف وين موجودة وايش حلها. يعطيكم العافية.